إنشاء قوة طيران عسكرية ومدنية لخدمة مشروع التحرير. هذا ما أرادته حماس، أن تصبح الطائرات الشراعية آلية يمكن استغلالها من الناحية العسكرية، وهذا ما فعلته تماماً في هجوم 7 أكتوبر. وثائق من قطاع غزة كشفت عنها شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فيها تفاصيل استخدام الحركة الرياضية الجوية في هجومها على جنوب إسرائيل. تقول الوثيقة إنه يمكن استغلال هذه الرياضة عسكرياً بالهبوط خلف خطوط العدو كجزء من التسلل الصامت عبر الحدود. وبحسب خطة عمل حماس، فإن الخطوات اللازمة لتعميم نظام الطيران الشراعي في غزة تتضمن إجراء تجارب مدنية شخصية على الطيران الشراعي ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة العالمية، والعمل على جذب انتباه الشباب المغامرين لممارسة مثل هذه الرياضات.